أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير لسورة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويفقهنا فيها، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة، دورة الأترجة. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يبين الله جل جلاله أنه ما خلق السماء والأرض وما خلق الإنس والجن عبثا، وإنما خلقهم لحكمة وغاية عظيمة، وهي أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الحكمة الظاهرة الجلية قد أفصح عنها القرآن وأبانها أعظم إبانة، ثم بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد البيان وأوضحه وأجلاه، فكانت حياته عليه الصلاة والسلام العملية، وكانت مقارعته للمشركين وقيامه بالدولة الإسلامية، كل ذلك لإقامة عبودية الله عز وجل، أو لعبودية الله جل وعلا، وتصغير هذه النفس وكل ما يملك الإنسان ليكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما للعبث، إنما خلقناهما لحكمة، فعلى كل إنسان أن يعرف هذه الحكمة وأن يعمل بمقتضاها. والعجيب أن كثيرا من الناس يعرف حكمة كثير من الأشياء الدقيقة، ولكنه يغفل عن الحكمة التي خلق هو من أجلها. يعرف لماذا خلقت العين والأذن، ولماذا جعلت الأذن في جانبي الرأس، ولماذا جعلت بهذا الشكل المعين، ولماذا جعل اللسان بهذه الطريقة، ولماذا جعل القلب في ذلك المكان. ويأتي لك بدقائق وتحليلات عجيبة في بيان حكمة الله في خلق هذه الأعضاء وهذه الأجزاء، لكنه لا يعرف لماذا خلق هو. وهذا من الأعاجيب، أن تعرف أن كل شيء من أجزاء جسدك وكل شيء من أجزاء هذا الكون وتركيباته قد خلق لحكمة، ولا تعلم أنك أنت خلقت لحكمة. ما هي؟ لماذا خلقت؟ تجد يقول: أنا جئت لا أدري لماذا جئت، وسأذهب لا أدري إلى أين أذهب، ومن هو الذي أتى بي، ولماذا أتى بي، وما المقصود من الإتيان بي، كل ذلك لا أدريه ولا أعرفه. هذا والله عين الجهل وعين الحمق، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الهداية. قال الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعني لو أردنا أن نتخذ شيئا نتلهى به من زوجة أو ولد، كما تزعمون أيها المشركون أو أنتم أيها النصارى واليهود، لاتخذناه من لدنا، يعني لاتخذناه شيئا عندنا وليس شيئا عندكم، لأن العادة إذا اتخذ الإنسان صاحبة أو ولدا يجعلهما عنده في بيته ولا يجعلهما عند غيره، فكيف تدعون أن لله ولدا أو زوجة كمريم أو ولدا كعيسى أو عزير أو غيرهم ممن نسبتموه إلى الله، ويجعله الله عز وجل عند غيره، ينزلهما إلى الأرض مثلا؟ قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، أي شيئا نتلهى به من زوجة أو ولد، لاتخذناه من لدنا، أي عندنا. قال بعض السلف لاتخذناه من الحور العين. قال إن كنا فاعلين. إن هنا يا إخواني بمعنى ما، وما كثيرا ما تأتي في القرآن وإن كثيرا ما تأتي في القرآن بمعنى ما. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وتمر بنا كثيرا في الآيات، أي ما كنا فاعلين، لأنه لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولا ينبغي للحي القيوم أن يكون له صاحبة، فهو الغني عن كل أحد، القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي يحتاج إليه كل أحد. وبعضهم قال إن كنا فاعلين، يعني لو كنا فاعلين لاتخذناهم من لدنا، ولكننا لم نفعل ذلك. ولا يلزم من الشرط وقوع المشروط، كما قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا شرط معلق على شرط. هل يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومع ذلك قال لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فاشترط، وما دام اشترط قال العلماء لا يلزم وقوع الشرط، أو لا يلزم وقوع المشروط. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، أي دع ذلك الذي قالوه فإنه باطل، بل نقذف بالحق، أي نسلط بهذا الحق الذي هو القرآن على الباطل الذي جاءوا به، وهو الشرك ودعوى أن لله ولدا، فيدمغه، أي فيكسره ويزهقه. وإنما قيل فيدمغه لأن العادة أن الذي يصاب أو يضرب على دماغه يموت، قال فيدمغه أي فيذهبه ويقتله. فإذا هو زاهق، أي باطل ممحي قد ذهب. وهذه عادة القرآن، أنه إذا جاء بأدلة وبحجج وبراهين اكتسحت كل شبهات الباطل وزيغه وزخرفه، مثل قول الله عز وجل في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني أنتم أيها الناس إما أن تكونوا خلقتم من غير شيء، أو تكونوا أنتم الذين خلقتم أنفسكم، واحد من الثنتين، وكل واحدة منهما أنتم تعلمون بطلانها. لا يمكن أن يقول إنسان نحن خلقنا من غير شيء، ولا يمكن أن يقول نحن الخالقون لأنفسنا. أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هل لهم القدرة على أن يخلقوا السماوات والأرض؟ هم جاءوا ورأوا السماوات والأرض ويعلمون حقا أنهم ما خلقوهما، إذن فمن هو الخالق لذلك كله؟
ثبت بهذا الاستقراء الذي اشتمل على هذه الأدلة العظيمة على قلة ألفاظها وقلة حروفها أنه لا خالق إلا الله، ولا يصح أن يعبد إلا الخالق وهو الله. شوف كيف يستدعي التوحيد بأعظم أدلة. ولاحظوا هنا الآن، ستأتيكم الآن رسل الحق التي لا تدع من الباطل شيئا، تأملوها معي. قال: فيدمغه، أي فيكسره. وأصل الدمغ أن يصيب أو أن يصاب الإنسان في دماغه، والعادة أنه إذا أصيب في دماغه قتل. قال: فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، أي لكم العذاب المعد مما تصفون الله به عندما وصفتم له الصاحبة والولد. ثم قال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض. كل من في السماوات والأرض، حتى هؤلاء الذين ادعيتم أنهم أولاد أو صواحب لله عز وجل، كلهم له، فكيف يكونون أولادا له؟ الولد إنما يتخذه الأحد عندما يحتاج، والله غني عن كل أحد. قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي هؤلاء الذين تدعون أنهم أبناء الله أو غير ذلك مما تدعونه في حقهم كالملائكة، هؤلاء عباد لله حقا، لا يفترون عن عبادة الله. فاتقوا الله في أنفسكم. ومن عنده، وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، لا يترفعون عنها، ولا يستحسرون. الاستحسار يقال من الحسر، والحسر هو المنقطع، الحسر هو المنقطع الواقف إعياء وكلالا، الذي وقف قد أصابه العي والتعب. لا يستحسرون، أي لا يتوقفون وينقطعون عن عبادة الله عز وجل، أو لا يملون كما عبر بعض السلف. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي شغلهم في الليل والنهار هو التسبيح. فإن قلت: كيف يكون التسبيح ملازما لهم في الليل والنهار وهم قد كلفوا بأعمال وأنيطت بهم مهام قد كلفهم الله بالقيام بها وأمرهم بأن يؤدوها، أليس في تلك الأعمال والمهام شغلا لهم، شغل لهم عن التسبيح في الليل والنهار؟ فيقال: إن الله عز وجل قد ألهمهم التسبيح كما ألهمنا النفس. فأنت الآن تأكل وتنام وتشرب وتعمل، ونفسك يذهب ويجي لا ينقطع. كذلك هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا ينقطعون، وهم مع ذلك قائمون بأعمالهم، لا يتركون شيئا منها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سئل كعب الأحبار: أما يشغلهم شأن، أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن أخي، جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس. قال الله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينكر على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وجعلوا هناك أصناما تعبد: هل هذه الأصنام التي عبدتموها وجدتموها تخلق أو تعيد الناس بعد موتهم؟ هل وجدتم من خصائصها أنها تحيي الموتى؟ يقول: أأتخذتم آلهة تنشر، أي تعيد الناس بعد موتهم، فغركم أنهم يبعثون الناس بعد موتهم فعبدتموهم؟ هل وجدتم فيها هذه الصفة؟ لا والله، إن الذين تعبدونهم ليس عندهم شيء من ذلك،
بل إنهم في كثير من الأحيان لا يبصرون، لا يسمعون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يقومون، لا يقعدون، لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون عابديهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا فضلا أن يدفعوه عن عابديهم. قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ينكر عليهم. ثم قال الله عز وجل: لو كان فيهما، انظر أدلة التوحيد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان في هذا العالم آلهة غير الله لفسدتا. وهذا ما يسمى عند العلماء بدليل التمانع، لأنه لو كان للكون إلهين وأراد في شيء أن يحركاه أو يسكنه، أحدهما أن يحركه والثاني أن يسكنه، فإما أن تنفذ إرادتهما جميعا وهذا محال، لأنه لا يمكن أن يتحرك ويسكن في نفس اللحظة، وإما ألا تنفذ إرادتهما، ألا تنفذ إرادتهما وهذا محال، لأن الشيء لا يغلو، إما أن يكون متحرك أو ساكن، وإما أن تنفذ إرادة أحدهما، فهذا الأحد الذي نفذت إرادته هو الإله. والله هنا عز وجل يستدل عليهم بأوضح دليل وأيسر أسلوب، يعني مو بالطريقة التي ذكرت لكم، يقول: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا صحيح. الآن لو كان في سيارة يقودها اثنان، ماذا سيصبح حالها يا أخواني؟ ستنتهي إلى هلاك، ولا بد، لأن أحد السائقين يريد أن يذهب يمينا والثاني يريد أن يذهب يسارا فيهلكان جميعا. كذلك هذا الكون لا بد له من إله مدبر، وأنتم الآن تدعون أن هناك عدد من الآلهة تدبر وتقدر، فكيف يكون هذا؟ هذا لا يكون. قال: فسبحان الله، ينزه الله عن وجود الشريك والنظير والمثيل والشبيه والصاحبة والولد، رب العرش. إنما ذكر العرش لأنه أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات. صوروا يا إخواني حتى نصور لكم هذا العرش، وما نستطيع، ما نستطيع، ما يستطيع بشر يتصور شيء، لكن نحن نصور لكم العظمة فقط. هذا العرش يحمله 8 من ملائكة الله، لا ندري كم بين كل ملك وملك من ملكوت الله. طيب، هؤلاء 8 كيف صفتهم؟ اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أحدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. احسبها، 700 سنة من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. طيب، لو قدرنا أن صورته مثل صورة الإنسان، إذا كانت هذه 700 عام، إذن كم طوله؟ وخفقان الطير، انتبه، ليس طيران، مجرد طيران، يخفق طير، يخفق بجناحيه، يفعل هكذا يعني بأقصى سرعة، 700 عام لا ينقطع ما يصل بين عاتق الملك الذي يحمل عرش الرب وهو واحد من 8 إلى شحمة الأذن. طيب، كم طوله، كم عرضه، كم سمكه؟ هذا واحد. أمامك آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين من السنين لكي يقطع طير من الطيور واحداً من حملة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب، هذا الملك كيف بالعرش؟ ما تستطيع، عقلي وعقلك صغير جداً أمام تصور شيء من هذا الملكوت المبهر العظيم. ولذلك قال: رب العرش، الذي يملك العرش العظيم
الكريم المجيد الضخم الهائل عما يصفون، نزهه عما يصف به هؤلاء الواصفون. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي من عظمته ورهبة الخلق عنده جل وعلا لا أحد يسأله عما يفعل وهم يسألون، أي كلهم يسألون، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو عباد صالحون أو غير ذلك. قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه آلهة. بعد ما انتهى من الدليل العقلي جاء إلى الدليل السمعي أو الدليل الشرعي، يعني قبل قليل أبطلنا كون هذه التي تتخذونها آلهة، أبطلنا ألوهيتها. هل وجدتموهم يحيون الموتى؟ لا، ما وجدناهم. إذن كيف تعبدونهم؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واضح جدا، لو وجد إلهين في هذا الكون لفسد الكون. هذا دليل عقلي. طيب الدليل الشرعي على أن دعوة أو على دعوة وجود آلهة مع الله عز وجل، اسمعوا: أم اتخذوا من دونه آلهة، أي بل اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم من كتب الأمم، كتب الأنبياء السابقين، هذا ذكر من معي أي القرآن، وذكر من قبلي أي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله على أنبيائه، ليس فيها شيء مما ذكرته. وأنا أقول لكم الآن يا إخواني، النصارى الآن يدعون أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يوجد في الكتاب المقدس في نسخه الأصلية ولا آية واحدة يمكن أن يتشبث بها هؤلاء في صحة هذه الدعوة، بل حتى في كثير من النسخ الموجودة الآن لا يوجد آية في الإنجيل تدل على هذا المعنى الذي هو أكبر معنى يكافحون ويدعون من أجله، ما يوجد، إنما توجد كلمات تدل على الاصطفاء والاجتباء والقرب، وأحيانا في الترجمة يغيرون يعني الكلمة إلى كلمة تدل على البنوة، وإلا في الحقيقة ليس في الإنجيل ولا في التوراة ما يدل على هذا الشرك الذي هم عليه، وهو أعظم شيء الآن في دينهم يجاهدون من أجله ويدعون إليه وما عليه بينة. وهذا يذكرني بما عليه الرافضة. الرافضة الآن يعتبرون أهم المهمات وركن الدين الركين هو الإمامة، من لم يقل بالإمامة، إمامة الأئمة الاثني عشر، فهو كافر عنده، حلال الدم والمال. طيب هذا الأمر أين هو في القرآن؟ يا أيها الشيعة أعطونا آية واحدة على هذا الركن الركين. أنتم لو تطلبون منا الآن آيات على التوحيد أعطيناكم مئات الآيات، على الصلاة مئات الآيات، على الزكاة عشرات، على الصيام، على الحج، على الجهاد، كل واحدة منها عليها آيات كثيرة. ما في القرآن كله من أوله إلى آخره آية تدل على إمامة الأئمة الاثني عشر وهو أعظم ركن في الدين عندكم؟ إيش يدل هذا عليه؟ ولذلك لجأوا إلى القول بأن القرآن الموجود بين أيدينا ناقص، أنه بعض القرآن، هذا ثلث القرآن، وثلثيه سيكون مع المهدي المنتظر وهو قرآن فاطمة وفيه آيات الإمامة. سبحان الله. ونقول لهم لو كان هذا صحيحا لبطل هذا القرآن الذي عندنا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف تقولون بهذا؟ قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم على هذه الآلهة، هذا ذكر من معي، هذا ذكر هذه الأمة وهو القرآن الذي أوتيت هذا الخير وهو القرآن، ما فيه شيء مما تقولون، وهذا ذكر من قبلي من الأنبياء السابقين، ما فيه شيء من هذا الشرك الذي تدعون،
فمن أين جئتم به؟ قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما عندهم شيء من الحق، ولذلك أعرضوا عن هذا الحق لما جاءه. وهذا المعنى موجود في آيات أخرى في القرآن، مثل قول الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني اسأل يا محمد الرسل الذين جاءوا من قبلك، هل جعلنا للرحمن آلهة، أو جعلنا مع الرحمن آلهة يعبدها الناس؟ كلا والله، إن الأنبياء جميعا جاءوا بشيء واحد. ولذلك قال الله مثبتا هذه الحقيقة في الآية التي تليها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه بهذه الحقيقة العظمى، وهي أنه لا إله إلا الله، فعليكم أيها الناس أن تعبدوا الله. ثم عادت الآيات لمناقشته مرة أخرى. شوف، ما زالت هي في التوحيد ومناقشة هؤلاء المشركين في شركهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يدعون لله بأنه قد اتخذ الولد. ولاحظوا في سورة مريم جاء الرد قويا وشديدا في آخر السورة، عندما قالوا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا يقول سبحانه، وأنتم قولوا سبحانه: سبحانك يا الله، ما لك من شريك، ولا ولد ولا صاحب ولا شبيه ولا نظير ولا نديد، لا إله إلا هو جل في علاه. قال سبحانه: بل عباد مكرمون، أي هؤلاء الذين ادعيتم أنهم أولاد لله تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، هم عباد لله ومكرمون، لأنهم يعبدون الله فلا يعصونه فيما يأمرهم به، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله مبينا لماذا كرمهم: لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بين يديه بالقول، بل ينتظرون متى يؤمروا من قبله جل وعلا فيمتثلوا، وهم بأمره يعملون، أي ينفذون أوامره كما أمر من غير زيادة ولا نقص. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما قدموا وما خلفهم وما أخروا من العمل، فهو محيط بهم، عالم بكل أحوالهم، وليس منهم أحد ادعى أنه ولد لله كما قلتم في حقهم. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون يوم القيامة، بل ولا يستغفرون إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي الله عز وجل حاله فكان من أهل التوحيد والإيمان. وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون، كما قال في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني لو قال أحد منهم، أي من هؤلاء الملائكة، إني إله من دون الله عز وجل، فالله سيجزيه جهنم، وما قالها أحد. ولكن على طريقة العرب أن الشرط لا يلزم وقوعه، مثل ما قلنا في قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: فذلك نجزيه جهنم
كذلك نجزي الظالمين. لاحظوا، جعل الظاهر في مكان المضمر ليبين أن من يقول هذه المقالة فهو ظالم، بل ظلمه أبلغ الظلم. قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بعد أن بين أنه الإله الواحد شرع يذكر أدلة ربوبيته وألوهيته، وأنه الخالق المتفرد، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، فكيف يدعى له الصاحبة والولد، وكيف يتخذ الشريك معه جل في علاه؟ قال: أولم يرى الذين كفروا، أولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. ما هو الرتق يا إخواني؟ الرتق هو الشيء الذي ليس فيه ثقب، وهو مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والجمع والمفرد. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي ملتصقتين. كانت السماوات والأرض شيئا واحدا، ففتقناهما أي فصلنا السماء عن الأرض. هذا قول. والقول الثاني أن السماوات كانتا رتقا ففتقها الله إلى سبع سماوات، أي شيئا واحدا مجتمعا ففتقها الله إلى سبع سماوات. والأرض رتقا فجعلها الله سبع أراضين وجعل بينهما الهواء. وقيل: كانت السماء رتقا لا تمطر، والأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. وابن كثير رحمه الله على عادته في جمع أقوال السلف إذا لم تكن متعارضة جمع هذا كله، فقال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي ملتصقتين منصهرتين في بعضهما، ففتقناهما أي فصلنا هذه عن هذه وجعلنا بينهما هواء، ثم فصلنا السماء فجعلناها سبعا والأرض فجعلناها سبعا، ثم فتقنا هذه بالمطر وفتقنا هذه بالنبات. لأنه يرى أن هذا كله يدخل تحت اسم الرتق والفتق. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك يقول: إذا قلنا بأن الله فتق هذه بالماء وفتق هذه بالنبات، ناسب أن يأتي بعده قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهل المقصود وجعلنا من الماء، الماء المعروف، كل شيء حي، أي كل شيء يحيا من الأحياء لا بد وأن يحيا بالماء، أو أن المقصود جعلنا من الماء الذي هو النطفة؟ قيل بهذا وقيل بهذا. أفلا يؤمنون؟ يعني من الذي قدر على هذا وقام به؟ إنه الله. فلماذا يدعى أن لله صاحبة وأن له ولدا وأن له شريكا؟ ثم استمرت أدلة القدرة والوحدانية: وجعلنا في الأرض رواسي، هذه الجبال الشامخة العظيمة الراسية الثقيلة الهائلة، من الذي جعلها وألقاها في الأرض؟ إنه الله. ولماذا جعلها الله؟ لكي تثبت الأرض، ولذلك سماها رواسي، هي راسية مرسية. قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم وتضطرب. وجعلنا فيها، أي في تلك الرواسي، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعل في الجبال فجاجا، والفج هو كل منخرق بين الجبلين. قال: فجاجا أي خروقا،
سبلا أي نافذة، لأنه لو قال فج ما لزم أن يكون نافذا، فلما قال فجاجا سبلا عرفنا أنها نافذة ينفذ منها من ناحية إلى ناحية. واعتبروا يا إخواني بهذه الآية العظيمة في جبال السروات، منذ أن تخرج من قعر عدن أو من جنوب صنعاء إلى أن تتعدى المدينة النبوية أو قريبا منها، سلسلة جبلية ليس فيها فتحة واحدة إلا في المكان الذي يحاذي الكعبة. فأهل نجد إذا جاءوا يريدون الكعبة من أين يذهبون؟ من طريق السيل، أليس كذلك؟ السيل هي المنطقة الوحيدة المفتوحة في هذه الجبال العظيمة. فج. وهذا يدلك على أن الله عز وجل قد اختار هذه البقعة كونا لكي تكون بقعة يفد إليها الناس من كل مكان، لأن لو كان جبل قائم لشق على من كان شرق البيت شرق هذه الجبال أن يصلوا إليها، إلا أن يذهبوا حتى يصلوا قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلتف فيعودوا إليها. وفي هذا من المشقة ما لا يخفى على كل أحد. قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وهذه الفجاج يجعلها الله عز وجل أيضا فيها هداية للناس، لأن الناس يقيسون بها الأرض ويعرفون بها المداخل والمخارج ويحددون بها الاتجاهات. وكما جعل الله فجاجا في هذه الجبال سبل ليهتدي الناس، جعل الله في هذه الدنيا سبل يهتدي بها الناس إلى الجنة، وهي هذه الكتب التي ينزلها الله عليكم. قال الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا يعلوكم ترونه، وقد رفعت بغير عمد ترونها كذلك، محفوظا أي محروسا، محروسا من مجيء الشياطين واقتحامهم لها، ومحروسا أيضا من أن تسقط عليكم أيها الناس. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهذه آية عظيمة جدا يا إخواني، ولكن نحن مع تكرر الآية علينا لا نتفقه فيها ولا نبصر عظمتها. كما قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما ينتبهون ولا يبصرون. نحن نبحث الآن عن دقيقة من دقائق صنع الله عز وجل في شيء مثلا في نملة أو كذا، وننسى هذه الآية العظيمة التي أمامنا، سقف هائل لا يعرف مداه ولا مقداره ولا مساحته إلا الله، قائم لا يسقط ولا يتزحزح ولا يستطيع أحد أن يغير فيه شيئا. قال الله عز وجل وهم عن آياتها أي آيات هذه السماء معرضون لا يتبصرون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خلق هذه الأشياء كلها، فهل خلقت هذه الآلهة التي تدعونها شيئا من ذلك؟ كل من هذه الأشياء الشمس والقمر والنجوم وغيرها في فلك يسبحون، حتى الليل والنهار تسبح في فلك، والفلك هو مدار النجوم الذي يضمها، ومنه فلكة المغزل. المغزل له مدار معين، كذلك هذا الكون مفلك، يقال تفلك ثدي المرأة يعني استدار، كذلك هذا الكون كله مستدير، ولذلك يعني يدور بعضه على بعض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والشمس والقمر يتعاقبان، للشمس للليل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، سبحان من يجريه. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، رجع إلى حقيقة الأنبياء،
أنه هكذا خلق الأنبياء بشرا، وكتب عليهم الفناء كما كتب الله على سائر البشر الفناء. وهذا من أعظم أدلة أن الأنبياء بشر، وأن محمدا يجب أن يكون من البشر، لأن الأنبياء الذين سبقوه كانوا من البشر وما كانوا خالدين. أين صالح؟ أين هود؟ أين إبراهيم؟ أين إسماعيل؟ أبوكم أنتم أيها العرب، كلهم قد ماتوا وهم أنبياء. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني إن مت أنت هل سيخلدون؟ لا، لم يخلدوا، كل نفس ذائقة الموت. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الخضر قد مات، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فلو كان الخضر حيا من عهد موسى إلى عهد محمد ما صحت هذه الآية، لقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد إلا الخضر. فلما قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، دل ذلك على أن الخضر قد حي حياة كما يحياها البشر ثم مات. قال: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، كل النفوس ستذوق الموت، ولن يسلم من ذلك أحد، حتى عيسى الذي رفعه الله عز وجل فلم يمت على قول، وعلى قول آخر مات، رفعه الله عز وجل، وسينزل في آخر الزمان مصدقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته، ويقتل الدجال ثم يموت الميتة التي كتبها الله على البشر عليه الصلاة والسلام. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالغنى والسعة، ونبلوكم بالمصائب والضر، كلها على وجه الفتنة، أي على وجه الابتلاء والاختبار. وإلينا ترجعون، كلكم سترجعون إلينا، أنت ستصيبك مصائب، اصبر سترجع إلى الله، ستذهب منك أشياء، أموال وأولاد وأعضاء وغير ذلك، وأشياء عزيزة عليك ومحبوبة لديك. اسمع يا أخي، هي رجعت قبلك وأنت ستلحق بها. ولذلك المؤمن يتعزى دائما بقول الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابته مصيبة قال: نعم أنا لله، مملوك لله، يتصرف في كيف يشاء، فليس من حقي أن أعترض. وإنا إليه راجعون، كل ما في الأمر هذا الشيء يتقدم وأنا بعده، أو أنا أتقدم وهو يلحق بي، في النهاية سنؤول إلى الله عز وجل، وهو الذي سيبعثنا ويحكم بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.